يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود أينشغل الرشيد عني يا ابنة العم؟ هذه أوامره. قولي له أنني أريده لأمر هام. أخبريني بما تريدين وسأخبره. هل تمنعين أخي عني يا ابنة العم؟ إياك أن تتصرفي شيئا دون علم الرشيد. كيف حال الرشيد؟ ما به رشيد؟ ألم تريه؟ منعتني زبيدة عن رؤيته. منعتك؟ عافاه الله وشفاه من كل مكروه وأعاده إلينا سالما. أستأذنك يا ابنتي. ما الذي يجري يا جعفر؟
أبي يظن أن الرشيد مريض مرض الموت، ولذلك تولى الأمين مقاليد الحكم بحكم ولايته للعهد. عباسة، أنا تائه ضائع، أريد أن أعرف. لا تقل ذلك يا جعفر، الرشيد معافى سليم وليس به أي مكروه. أريد أن أراه كي يطمئن قلبي. مولاي الأمين، وأخيرا أنت أمير المؤمنين. لا تتعجل هذا يا جعفر. كيف لا أتعجل هذا وأنا أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر كي أكون لك عونا وسندا؟ ليس بعد، فما زال الرشيد حيا. الأعمار بيد الله، وما دمت ولي العهد فمآلك إلى كرسي الخلافة، ولكن ما سر جلوسك على كرسي الخلافة الآن؟ لأن هارون مريض. ولكن إياك أن تخبر أحدا يا جعفر، ريثما تستتب الأمور. مريض؟ وهل هو مرض موت؟ أظن أنه لن يقوم منها بعد ذلك. أصبحت أفضل حالاً يا مولاي، الحمى مرت بسلام، هذا مرضك القديم وستتعافى منه بإذن الله. لقد فعلت ما يجب فعله يا ابنتي، فلا تذهبي بالأمر بعيدا. لن يتوطد الأمر لمحمد إلا إذا تخلصنا من البرامكة. ما زال بالرشيد نبض روح، وكل ما فعلناه أننا ما تركنا الحكم بدون حاكم. الأمين ولي العهد، وهو الخليفة إذا ما ألم بالرشيد مكروه، وعلينا جميعا أن نكون معه كي يتسلمها بسهولة ويسر. يا ابنتي، فكري أن الرشيد سيقوم بإذن الله، فكري بالحفاظ على ملك بني العباس، وأن لا نتركه لقمة سائغة. لا تفكري بعاطفتك. لأني أفكر بكل ذلك، يجب أن أقطع الطريق على كل طامع بكرسي الخلافة. يا ابنتي، الرشيد ما زال حيا، ولا خليفة إلا. عبد الله، اشتقت إليك يا ولدي. وأنا أيضا يا أمه، وقد أرسل لي أبي يطلبني على عجل، فأتيت وأنا متحير البال. لقد أرسلت إليك لأمر طارئ يا مولاي. هذه فرصتي يا عمتي، وإن ضاعت ضاع معها كل شيء. عن أي فرصة تتحدث يا جعفر؟ ماذا تقول؟ مولاي هارون مريض، والجميع يتراكض ليتقاسم ملكه. من قال أنه مريض؟ من قال ذلك؟ ولي العهد محمد الأمين،
وأريدك يا عمتي أن تكوني عونا لي كي أنال منصبا يليق بأمير عباسي. هارون يموت؟ يا ويلي، لن يمنعني عنه إلا الموت. ولكن الموت حق لا بد منه، وعلينا ألا نفوت هذه الفرصة يا عمتي. أصمت! ويهاك! فأمامك مهمات جسام يا ولدي، إنه الحكم. ولكن هل تأكد مرض أبي الرشيد؟ نعم، إنه مرض الموت يا ولدي. سأراه، لن يستطيع أحد أن يمنعني عن رؤية أبي. ومن يستطيع أن يمنع أمير المؤمنين القادم؟ سأكون عونا لأخي الأمين ليصبح خليفة كما جاء في كتاب العهد. كلا يا عبد الله، ستكون أنت الخليفة، وكل من على هذه الأرض سيدين لك. لا تقلق، سيكون كل شيء جاهزا بإذن الله. اطمئن. ابتعدوا أيها الحرس، شان العباس أخت هارون الرشيد. ماذا حل بك يا أمير المؤمنين؟ كيف تصل إلى ما وصلت إليه دون أن أكون بجانبك أخفف عنك آلامك؟ أنت السند والهم، لا تستسلم حتى لا ينهار كل شيء من حولنا. هيا قم، قم، فالمرض لا يليق بأمثالك. وكأنك لم تصدق ما قاله الطبيب يا أبي. كنت أتوقع إجابته قبل أن أسأله، لقد رأيت في عينيه ما يكذب لسانه. ماذا تقصد يا أبي؟ جبرائيل أكد لنا أن هارون بصحة جيدة. هذا ما يريدون لنا أن نصدقه، وأظن أن الحقيقة غير ذلك، وهذا ما سأعرفه. أجل، هذا ما سأعرفه. مولاي المأمون يريد الدخول. ما الذي أتى به إلى هنا؟ ماذا يريد المأمون بهذا الوقت؟ يريد أن يرى أباه. لا يجب أن يعرف أحد أن الرشيد مريض. لن يعلم أحد بذلك. قولي للمأمون أن يعود في الصباح، فمولاك الرشيد نائم. لابد أن البرمكي وراء قدوم المأمون يريد أن يعرف ما لم يعرف. مولاتي، ما بك يا جعفر؟ وماذا تفعل هنا؟ جئت محاولا للاطمئنان على الرشيد. الرشيد بخير، ومنذ قليل قابلته. سمعت أنه مريض. ليس مريضا. ما بك يا جعفر؟
أقول لك أن الرشيد ليس مريضا. لما تعاملينني هكذا يا عباسة؟ لما؟ ماذا تقصد؟ تخاطبينني وكأني متهم، كأن الرشيد في ضفة وأنا في الضفة الأخرى. إنه هارون، هارون يا عباسة، هارون أخي، الأقرب إلي من أخي، له رفيقي، حدث له مكروه لا قدر الله فلن يكون لحياتي معنا. يعقل يا عباسة أن يكون الرشيد على فراش المرض وأبعد عنه، وأنا الذي لم أفارقه في حياتي؟ لما لا تخبرونني أنه مريض؟ لما لا أراه؟ وإن يا جعفر، الرشيد بخير. أدعو الله أن يكون بخير. كل ما أريده أن يكون الرشيد بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الله هارون الرشيد، أعزل محمدا بن هارون عن ولاية العهد، والله خير الشاهدين. أنا عبد الله هارون الرشيد، ولي عبد الله المأمون، وإمارة المؤمنين بعدي. الرشيد بخير، وعندما يحين الوقت سأكلمه في شأنك يا جعفر. إذا كان أمير المؤمنين بخير، فلماذا الأمين يسير شؤون الحكم؟ أمير المؤمنين بكامل عافيته، والأمين يسير شؤون الحكم لأن الرشيد هو من أوصى بذلك. وليهدأ بالك، سأكلم أبا الفضل ليكلم الرشيد في أمرك. لن يوافق أبو الفضل، فلو أراد أن يوافق لأقنع الرشيد منذ الزمن، ولو كان يريد لي أن أولى ولاية لكان وافق على أن أصبح ولي العهد في حياة أبي. دع عنك ذلك يا جعفر، إنه زمن مضى، وعندما يعود الرشيد إلى الحكم سيرى أمرك. هارون،
تسمعه. إني أفتقدك يا حبيبي، أنا بحاجة إليك لكي تقوم وتتصرف. لا أريد لأحد أن يتصرف عنك، هذا ملكك يا مولاي، ملكك. لن أدع أحدا يقترب منه إلا ولدنا الأمين. أتذكر يا مولاي كم حلمت أن يكون لي ولد من صلبك يحمل ولاية عهدك؟ هيا قم، قم أيها الخليفة، قم وتدبر الأمر، إنهم يحاولون انتزاع ملكك منك. لكنني سأتصرف، سأتصرف لأنك غير قادر على التصرف. هذا ملكنا معا يا مولاي، سأدافع عنه من أجلك ومن أجلنا جميعا. لما لا نستقدم أتباعنا من خراسان ونستولي على الحكم؟ أو نولي عبد الله المأمون. لابد أن هناك أمراً ما يحاك في الخفاء، وإلا لما كانت العباسة تخفي الأمر عني. كلهم يتحدون عند الخطر، علينا أن نتصرف قبل أن تخرج الأمور من أيدينا. ويحكم، أهكذا تورد الإبل؟ أنا من سيتدبر الأمر. سأدعو وجوه بني هاشم كي أخبرهم بمرض الرشيد. لا يا أم محمد، لا تتعجلي. وهل ننتظر كي ينقض علينا وعلى ولدي؟ إذا ما قام الرشيد فسيغضب من هذه الفعلة. آه يا هارون. مولاتي، ليث يريد أن يرى مولاي الرشيد لأمر ضروري. أرجوكما، مولاتي. ما الأمر؟ أريد أن أرى مولاي الرشيد. إنه مشغول الآن. أرجوك يا مولاتي، أرجوك، إنني أعرف أن مولاي الرشيد مريض وأريد أن أراه. ما بك؟ أريد أن أرى مولاي الرشيد، وبعدها سأعصب عيني لبقية حياتي، لأنني لا أريد أن أرى من بعده أحدا. كما أن هناك خبرا يا مولاتي يخص كرسي الخلافة ويجب أن أخبره. أرجوك. تعال. ادخل. مولاي، أنت مولانا، ما عهدتك إلا قويا، لا يمكن أن تكون كذلك. لم يعد لي خاطر أن أغني أو أن أفعل أي شيء. يجب أن تتابعي ذات الخال، فهذا عملك. ومن أجل من يجب أن أتابع؟ إذا كان من أفعل ذلك من أجله مريضاً، ولا أدري أيقوم من مرضه أم لا، لا أمتلك القوة أن أفعل ذلك من أجل أي أحد آخر.
أنا أحبه، أحب أن أغني، أتكلم وأتمايل، أحزن وأغضب فقط أمامه. هو بالنسبة لي ليس الخليفة، إنه رجل، رجل طالما افتقدته، ولا أريد أبداً أن يكون مريضاً. مريض؟ نعم، يقولون أنه مرض الموت وربما لن يقوم منه أبداً. لم نسمع بذلك من قبل. ربما يتكتمون على الأمر. هارون الرشيد يمرض؟ أو ليس إنساناً؟ لكنه هارون الرشيد، الرشيد أقوى مما يظن أحد. ابن الربيع، سأكتب بولاية الري وسجستان لجعفر بن الهادي، ما رأيك؟ جعفر يستحقها يا مولاي. يا أبا الفضل، اختم كتاباً واللي فيه الري وسجستان لجعفر بن الهادي، هيا. أتسمع يا برمكي؟ لا يحق لأحد أن يولي أو أن يعزل أحدا. ولكن الأمين ولي العهد، ولي العهد يا أبا الفضل، ويحق له أن يولي وأن يعزل. اهدع يا ابن الربيع، ليس من حق أحد أن يولي أو أن يعزل يا ابن الربيع إلا الرشيد أو من يختاره لذلك، فلتقل خيرا أو لتصمت. تقدم يا مولاي، تقدم واستلم دفة الحكم. الفضل، ماذا تظن أنك فاعل؟ ليستعد الجيش، هل الحراس؟ إلي الحراس. مولاي هارون الرشيد، من في بابنا من الشعراء يا ابن الربيع؟ أبا الفضل، أرسل إلى ملك الهند كتابا يرسل لنا وفدا يطلعنا على ثقافتهم وما وصلوا إليه. محمد، عبد الله، كيف حال دروسكم مع معلم الكسائي؟ أما زلت تحب المنازلة يا جعفر؟ فضل، عندما كنا صغارا كنا نلاعب السباع، أما زلت تخافها؟
الشعراء. أمر مولاي. لا تنقطع عن هذا الدواء يا مولاي، لقد مر الأمر بسلام. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله، لقد كان دواء فعالا يا مولاي. عندما أرسلتني إلى الهند أحضرته من طبيب يدعى منكة، وتعلمت منه الكثير، وكان سببا في نجاتك. هذا ظني بك، ما قدمته من علم ومعرفة لن تنساه الأجيال. بارك الله بك. أمد الله في عمرك يا مولاي. تستطيع الانصراف. كل يريد موتي لمأرب في نفسه. هارون وحيد، ليس لي إلا الله. ما أصاب الوحدة وما أقصاها. يعقوب، إنه وحيد منذ سنين، ماذا حل به؟ اللعنة، اللعنة، كنا على بعد خطوتين من تحقيق حلمنا. الحمد لله أنني لم أقل لأحد ماذا كنت فاعل، وإلا حدث ما لا تحمد عقباه. لو عرف بما كنت تخطط لكنا الآن أمواتا. إنه لا يرحم حين يتعلق الأمر بكرسي الحكم. أنت ستعملين على تنظيف الممرات، وأنت إلى قاعة الغناء، وأنت إلى المطبخ، وأنت أيضا. Thank you.
لقد تأخرت علي. هاك الجرة يا سيدتي. لست سيدتك، لكنك أنت المغنية هنا، وأنا سيرين، وأنت أحمد، وكلنا فقراء. تعال اجلس. كنت أبحث عنك. هل هو صديقك؟ لا أجل، ما رأيك يا سيرين أن تغني لي وترقصي قليلا وسأدفع لك ما تريدين؟ ليس هذا وقت الغناء ولا وقت الزبائن أيضا، لذا اخرج والآن. سيرين أنت جميلة جدا وتستحقين حياة غير هذه، وأنا أملك مالا كثيرا، لو شئت لاشتريتك من صاحبك وأصبحت لي وحدي أنا. هيا هيا اخرجا أنتما الاثنان. ما بك يا مهدية؟ مهدية أنا أحبك. مهدية أنا أحبك. أحبك أحبك، ألا تعرف غير هذه الكلمة؟ أحبك. وماذا بعد أحبك؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد أحبك؟ ما أحبك؟ اللعنة عليك يا مسرور. عندما تعرف غير هذه الكلمة سأكلمك. القوة. نعم القوة وحدها تستطيع أن تحمي مصالحنا وتمنع عنا جبروت الرشيد. جبروت الرشيد؟ تتحدثون وكأن الرشيد عدو لنا، وتنسون أنه إلى هذه اللحظة يظلنا بظله ويدفع عنا كل سوء. ماذا فعل هارون كي تنقلب عليه؟ ماذا فعل؟ ألا يكفي أنه نصب الأمين وليا للعهد؟ سنجد لكل شيء مخرجا، ولكن كل سوء. ألا تخرج عن طاعة الرشيد، لا سيما أنت يا فضل، وأنت يا جعفر تابع رعايتك لعبد الله المأمون، فهو فرس الرعاية.